الاخوان هو فيلم سينمائي اللي شحال الناس ما كيعرفوش انه هو انتاج خاص ما وقتش دعم ديال المركز السينمائي. يعني بلاك خصنا نشجعوا المنتجين ينتجوا مثل هذا العمل. هذا اخوان كيحكي على واحد الواقع اللي كنعجب المجتمع ديالنا. الباحث سافون برومي في كازا بشهاده الجميع انه كان عمل اللي هو في المستوى. كاين انتقادات حول العمل حول المنتج العمل. شوف راه الا ما شجعناش المنتجين ديال الاعمال انهم يخدموا ويخسروا فلوسهم من اجل السينما راه عمر السينما مجد قدام. السينما تحاكي الواقع المغربي. عمل اللي هو في المستوى عجب الناس ضحكنا فيه بكينا فيه. انا كنت شرف انني جزء منه ومثلت معهم في هذا العمل. نتمنى من الله انه ينجح ويلقاو ياخذ فرصه ديالو باش نشجعوا المنتجين ينتجوا لنا اعمال سينمائيه جديده. ملي كتكلموا عليه انا كنظن يلاه شي اسبوع هادي باش ولا ميم با باش كانت لافون بروميير ديالو. شحال شافوه كاع الناس؟ علاش نتسرعوا بالحكم؟ نشوفوه بعدا ونتقبلوه ونطرحوا اسئله. راه كاين نقاط تبارك الله، راه كاين جمهور متتبع، راه كاين ناس مسؤولين. يعني ما نكونوش شويه مجاهدين في الاول، نخليو الوقت وكل عمل الا وعندو شي رساله. كل عمل الا وعندو شي رساله. ما نقدرش نحكم. انا دائما كنقول انا من موقعي كفنانه كيبقى الحكم الاول والاخير للجمهور. يعني الناس اللي شافوه هما اللي خصهم يهضروا ويتكلموا. وانا كنشوف بالنسبه انتاج جديد انتاج جريء شوف تي في اللي اقتحمت هذا المجال وما تكون غير نقطه بيضاء. يعني ما نحكموش من اول عمل، هذه تجربه غادي تفتح الباب وتكون اعمال اخرى يعني من حسن لاحسن. صافي هو صراحه اكثر ما كيقتل الفن وكيقتل الثقافه على العموم هو كثرت البلا بلا وكثرت الحديث ديال الناس اللي لا علاقه لهم بالدومين ولا درايه لهم بالعمل. النقد البناء يكون مزيان، غير بناء مزيان، ولكن ما ننتقد حتى نشوف العمل. ماشي من خلال سبوت ولا عنوان غادي ننتقد شي حاجه، لان كما تيقولوا ما عمرك تقلب الصفحه حتى للصفحه الاخيره، ما عمرك تسد الكتاب حتى للصفحه الاخيره. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.